السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الله جميعكم بخير. النهاردة إن شاء الله هنشوف أكتر من مقطع آية ومعجزة حصلت من يومين من المبشرات اللي نبئنا بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لنا إنها تحصل في آخر الزمان وفي جزيرة العرب على وجه الخصوص، وإن القيامة مش هتقوم إلا لما تحصل العلامة دي. لكن قبل ما نشوفها سوا وفي بداية حلقتنا النهاردة، بقدم اعتذاري وجها لوجه لكل المتابعين الكرام في القناة واللي بعتبرهم عيلتي الكبيرة واللي بعتز بيهم دايما. طبعا الاعتذار بسبب الحلقة الأخيرة اللي قررنا نحذفها من القناة بعد 12 ساعة من نشرها، واللي اتكلمنا فيها طبعا عن العاصفة الثلجية اللي المفروض كانت حصلت في أوروبا، وسبحان الله الحلقة ارتفعت فيها المشاهدات في أول ربع ساعة ل 80,000 مشاهدة، وكأنه اختبار من ربنا سبحانه وتعالى في الحلقة دي على وجه الخصوص. وبعد 12 ساعة وصلت 200,000 مشاهدة، لكن مع بداية النشر لاحظت تعليقات كتيرة بتقول إن مفيش سلوك في أوروبا وإن كل المقاطع دي غير صحيح. بصراحة في البداية فكرت إن التعليقات دي مقصودة وبتكذب المحتوى عن عمد، خصوصا لأن الناس دي كانت أول مرة تعلق في القناة وتعليقاتهم للأسف مش محترمة وأسلوب مستحيل يكون من متابع للقناة، لأن الحمد لله متابعينا كلهم محترمين. بعد شوية لقيت بعض المتابعين فعلا اللي أنا أعرفهم بيقول إن الكلام ده غير صحيح وإنهم في الدول دي، ساعتها شكيت بنسبة كبيرة إن في حاجة مش مظبوط. واللي خلاني أشك في الموضوع أكتر إن مصدر المعلومات في المقاطع اللي كانت في الفيديو ده على وجه الخصوص كان أول مرة نتعامل معاه، فبدأت أبحث من مصادر تانية، وللأسف اكتشفت إن فعلا المقاطع جزء كبير منها، كبير جدا كمان، حصل لكن من حوالي 3 شهور، وجزء منها من إعصار القنبلة اللي كان في أمريكا. ساعتها طبعا قررت حذف الفيديو وقدمت اعتذار في منتدى القناة، وده حق طبعا واجب للمتابعين الكرام اللي ربنا هيحاسبني على كل حرف بقدمه ليهم، ولازم طبعا احترم ثقتهم فيا، ودي بعتبرها أمانة. والحمد لله كلكم عارفين اني لا بهتم بعدد مشتركين ولا مشاهدات ولا كتر فيديوهات، مع اني طبعا زي اي حد بفرح بزيادة المتابعين والمشتركين وان العيلة تكبر اكتر وزيادة المشاهدات علشان الخير يوصل للناس او المعلومة توصل للناس، لكن المهم تكون زيادة في الصالح مش على حساب الناس اللي بتستأمني وبتنتظر فيديوهات هم بيحبوها او بيلاقوا فيها فايدة. وعايز اقول لكم ان اكتر تعليق خلاني ما نمتش اليوم ده واثر فيا اكتر من الناس اللي اتكلمت بألفاظ غير محترمة، وطبعا كل واحد حسب ما تربى، واحنا مش هنربي الناس من جديد طبعا. التعليق ده كان بيقول لي انت بتصلي على النبي وبعدين تكذب على الناس وتخدعهم، يعني انا بسامح الناس لكن ده انا مش مسامحه امام الله، لان اساءة الظن اسوأ خلق في الدنيا كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بحسن الظن والتماس الاعذار للناس. اخر حاجه بقى النهارده، يعني عايز ازعل واحد معين كان بيقول لي برضه في التعليقات بسخريه انت بتصلي على، وحط نقط كده بيقول واحنا مالنا. طبعا هو يقصد اني بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فده عايز اغيظه النهارده واقول له يعني موتوا بغيظكم، هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم النهارده في بدايه الفيديو، بس المره دي 10 مرات عندا فيك، وان شاء الله تصب قهر اكتر ما انت مقهور، ونتقابل بعد الفاصل الطويل شويه علشان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم العشر مرات اللي اتفقنا عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أول موضوع هنتكلم فيه فيديو انتشر كبير قوي اليومين اللي فاتوا وناس اعتبرته معجزة فعلا، لكن مش هو ده طبعا موضوع النهاردة، معلش أنا عمال أأجل في الموضوع لأني حبيت أوضح صحته، لأن حد من المتابعين كتب لي فيه تعليق إن في برد أو اللي احنا بنسميها تلج نزل فوق الكعبة زي ما هنشوفه حالا. Guys, you are the same.
لما دخلت ابحث عنه وشفت المقطع القصير اللي في الكعبة لقيت ناس كتير قوي منزلاه، وده طبعا مستحيل يحصل لان درجة الحرارة ما بتوصلش للصفر ابدا في مكة المكرمة، وده فعلا يعتبر معجزة. لكن زي اي حد صدقت المقطع ونويت اعمل عليه فيديو كعلامة قوية باقتراب المهدي، وللأسف واضح ان موضوع فبركة الفيديوهات وصل مراحل متطورة ودخل في امور دينية، واكتشفنا ان الفيديو معالج بفلاتر ومفيش برد نزل فوق الكعبة، مع ان الامر ده متوقع يحصل في اي وقت، لكن الفيديو اللي انتشر من ايام مش حقيقي. اما المعجزة اللي حصلت في السعودية من يومين فدي معجزة جديدة ومتجددة السنوات اللي فاتت وبتزيد، وده اللي قال لنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبشرنا بيه، وانه علامة لازم تحصل قبل يوم القيامة. وده في الحديث اللي اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد احد يقبلها منه، وحتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا، او كما جاء في الحديث النبوي الصحيح. وفي رواية تانية: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج وحتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا. شمال غرب الرس من الجال للجال ما شاء الله. اثنين يناير 2023 يوم شفنا سبحان الله الأنهار اللي شقتها السيول في الصحراء، وكل المقاطع اللي احنا شايفينها دي من يومين أو 3 أيام بالتحديد. طبعا دي موجودة في السعودية يوم 3 يناير، فيديو منهم في غرب القصيم وفيديو جنوب المدينة المنورة حسب ما المصورين اللي مصورين المقاطع كانوا بيتكلموا. طبعا دي مش أول مرة تحصل، الكام سنة اللي فاتت شفنا شق أنهار زي دي كتير، لكن كمية الأمطار اللي بتنزل في السعودية الفترة الأخيرة لا تصدق. سبحان الله مهما عملوا في السعودية صعب يسيطروا عليها، ولما بينزل على المدن بتتسبب طبعا في خسائر كبيرة جدا بسبب كثافتها وسرعة نزولها، ده غير كمان الثلوج اللي بتنزل بكميات رهيبة جدا حتى في فصل الصيف، واحنا بنشوف حاليا الصحراء اصبحت فعلا انهار، وغير الصحراء كمان يعني بتملاها السيول والفيضانات، لكن الشكل اللي احنا شايفينه ده سبحان الله غريب وجميل في نفس الوقت، واصبحنا بنشوف المعجزة كاملة زي ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروجا وانهارا. والمروج مقصود بيها الحدائق والبساتين حسب المفسرين، ودي علامة من علامات يوم القيامة بتأكد اننا في اخر الزمان وان الامور اصبحت قريبة جدا والله اعلم. كمان هنا يعني نشوف مع بعض الصور ومشهد عجيب للاشجار وسط الانهار اللي اتشقت في الارض او اتشقت في الصحراء من الامطار والسيول، ده زي ما بنقول اللي بشرنا بيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتحقق، وبنشوفه صوت وصورة، وكل كلمة قالها هتتحقق سواء حضرناها أو ما حضرناهاش. احنا على يقين ان كل حرف قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هيحصل. بين النفانية والبتراء غرب القصيم أبو فايز 10/6/1444 الله ورحمته، الدنيا كلها برد الله الحمد. أرض العرب تعود مروجا وأنهارا، وكلنا سمعنا عن الكشف اللي صرحت بيه وكالة ناسا بأن الجزيرة العربية أو أرض العرب كانت مليانة بالمروج والأنهار، ولكن المسلم مش محتاج لناسا ولا غيرها علشان تثبت صحة كلام خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل حرف قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة هيتحقق، لا محتاجين أشعار من كتب وكلام تافه بيدعي علم الغيب زورا وبهتانا والناس تتعلق بيه، ولا محتاجين عرفين ومتنبئين يدخلونا في شوارع وفي حارات الشرك والكفر بالله، يكفينا والله كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأحاديث الصحيحة
فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما علمه علمه لنا، وإحنا كلنا كمسلمين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدى الأمانة كلها، ما ينفعش يترك منها حرف أو نقطة في حرف. وإذا حد اعتقد أنه أعطى جزء من علمه الخفي لحد أو أخفى بعض العلم عنده، فكأنه بيتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ما أداش الأمانة. ما شاء الله، هذا وادي الرمة ما بين الرياض الخضراء والرس. صباح يوم الخميس الموافق 12/6 العام 1444. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، اللهم لك الحمد على العطاء. الآيات الربانية والنبوءات اللي بتتكلم عن آخر الزمان وعلامات القيامة بتتوالى بسرعة ورا بعض زي الفتن اللي أصبحت بتحيط بينا من كل اتجاه، وما بقيناش عارفين نلحقها منين ولا منين. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا برضو، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا إلى آخر الحديث. علامات آخر الزمان في خط والفتن في خط تاني، والاتنين ماشيين في نفس الوقت، والذكي هو اللي يفهم دي ويفهم دي وما يعرضش نفسه للفتن، وده مستحيل هيحصل إلا لو فهم العلامات صح واللي بيحصل كويس وخاف وجري من الفتن كأنه بيجري من أسد قبله في طريق. ده في حالة إنك إنسان مصلح، لكن الفتن برضو بتتعرض عليك وبتحاول تتجنبها، وده مع المصلح بيكون نوعا ما مش صعب. لكن لو ما كنتش مصلح وكنت صالح بس، يعني مش بتنصح غير نفسك، ساعتها هتبقى عرضة للفتن أكتر وسهل تقع فيها. أما بقى لو أنت مش مصلح ولا أنت صالح، يعني مش بتأدي حتى العبادات اللي عليك ومش بتداوم على ذكر الله، تبقى أكيد أنت غرقان في الفتن وبتتعرض عليك الفتن كالحصير عودا عودا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقلبك هيبقى مشبع بالفتن، وساعتها هتطلع من فتنة تقع في التانية، وصعب قوي ساعتها تدخل الخير مكان الفتن دي. فلو لسه في قلبك مكان فاضي وأكيد إن شاء الله فيه، ابتدي من دلوقتي وفضي الفتن اللي جواه واملى مكانها صلاح وأعمال خير وتفاؤل وطاعة، والله يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لأن بكل بساطة الحياة مش هنا، واللي احنا عايشينه ده مجرد حلم، لما تقوم منه هتتفاجئ بالحياة الحقيقية، وهناك مفيش رجوع ولا في فرصة تانية، مفيش إعادة سنة في الآخرة، والإجابة نهائية. ما تنسوش في آخر الحلقة الإكثار من ذكر الله والإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.